حراس يفرضون 10 دراهم مقابل ركن السيارة بأوريكا. أثار فرض تسعيرة مرتفعة لركن السيارات من طرف حراس السيارات بأوريكا إقليم الحوز على الزوار غضبا في صفوف هؤلاء، على اعتبار أنها مرتفعة وتتجاوز ما هو معمول به وكذا ما هو محدد من لدن بعض المجالس الجماعية. واستغرب الكثير من مستعملي السيارات فرض الحراس أداء 10 دراهم فما فوق مقابل ركن العربات، بحيث أن الغضب من حراس السيارات لم يعد مرتبطا بالمدن، بل إن الأمر تجاوزها إلى المناطق الجبلية التي تعرف خلال فترة الصيف توفدا كبيرا للمواطنين الراغبين في الاستجمام في جنبات الوادي والشلالات.